بس خير مشاهدين في كل مكان، وزي ما قلنا ان عندنا مجموعه من المرشحين، والنهارده معانا مرشحه هي وجه من الوجوه اللي انتوا اكيد كلكم تعرفوها، وهي لما العقاد. اهلا يا لما. اهلا خالد، انا لي الشرف اني اكون معك فاينلي بالبرنامج بتاعك. اهلا وسهلا ومكانك واهلا بيكي. تسلم. لما انت في اي وورد؟ انا في وورد 6. لما ايه اللي خلاكي تترشحي؟ والله لعدة أسباب. أنا طبعا بالإعلام من 12 سنة، فتعلمت عن الكنيديان بوليتكس وكنت أغطيها عندي في البرنامج، ومن أوائل الناس اللي كنت أغطيهم من 10 سنين، اللي هم عمر الغبرة لما كان مترشح لنائب ودلوقتي صار ما شاء الله وزير، وكنت من الناس اللي they supported ودعموا المير بوني كرومبي قبل ما تترشح، فصار عندي هالإكسبرينس. حتى نخا دكروب، يعني I canvassed for نخا دكروب وصارت school board trustee. I canvassed for بوني كرومبي، she became a mayor. يعني كل هاي الأمور خلتني يكون عندي اهتمام أكثر في الانتخابات الكندية. مش بس هيك، كنت أنا كمان من الناس اللي كل 4 سنين أطلع أعمل volunteer في يوم الإلكشن دي. لما فوت لما مين في أي وورد؟ أنا اسمي لما العقاد، نازلة في أوكفيل وورد 6 اللي هي حدودها جاشوا كريك، برنس مايكل، all the way to دانداس وترافالجر، all the way لأوكفيل بليس عند إريك واشور وترافالجر. الكرنت كونسلر، عندنا مشكلة في أوكفيل، يعني للناس اللي عم تحضر، عندنا مشكلة في أوكفيل إنه صار أكثر من دورة انتخابية في مقاعد الكونسلر they get acclaimed، يعني ما حدش بنزل ضدهم فبياخذوا الكرسي على التسكية، منهم الكرنت كونسلر اللي موجودة عندنا for grant. yeah، أخذتها for granted. okay. ولما ياخذوا الكونسلرز، يعني بنحب الناس تنتبه على شغلة، لما يكونوا مخدين الكرسي for granted ما بيعملوش حاجة في الأبوننت اللي اسمها ناتاليا اللي عندنا اللي أنا نازلة ضدها. if you go into her pamphlet 6 years ولا شيء عملت ولا شيء، بس تيجي تحكي لك على البارك على الريكريشن. طب ايش الاتشيفمنتس؟ انا لما اقعد 6 سنوات في شركه في اي مكان باجي بقول لك ماي رزمي، انا الاتشيفمنت 1 2 3 ما في زيرو اتشيفمنت. فايتس تايم تو جيت ا نيو بلود في الكونسل، بدنا دم جديد، بدنا ناس عايزه تشتغل للبلد وعايزه تشتغل للريزيدنس اوف اوكفيل. نحن عايزين نتضامن، بدنا نشوف موضوع السيفتي اللي هي الامان، سرقات السيارات، سرقات البيوت في المنطقه عندنا عم تكتر، عندنا مشكله في الترافيك فظيعه جدا ما حدش عم بينتبه عليها. احد المشاكل الموجوده في اوكفيل حاليا انه البيوت كل عمالها عم تصغر وبتغلى، يعني لدرجه وصل انه في وورد 7 التاون هاوسز صاروا ما فيهم باك يارد وما فيهم بيسمنت. النقطه دي بتهم كل الناس. لو انت نجحتي ايه اللي هتقدري تعمليه، وخاصه ان مش على مستوى البلديات بس، لا ده على مستوى الدوله كلها، على مستوى كندا كلها، ايه اللي ممكن تعمليه؟ نحن ما بنقدر نعمل غير لمنطقتنا ونخدم، ولما نخدم المنطقه هاي بنقدر نخدم كل اوكفيل. فنحن حدودنا اوكفيل. هلا المنطقه تبعيتي وورد 6 على حدود مسيساغا، فممكن يكون في تعاون بيننا وبين الحدود، لكن أهم شيء اللي هي تحسن الكواليتي أوف لايف. نحن اللي we advocate على التاكسز، نحن بدنا نخلي ضرائب قليلة وقت الانفليشن. نحن بنقدر نشوف أمور الريكرييشن سنتر، الباركس، يعني كل هالأمور. أنا الأشياء اللي حابة صراحة أتدخل فيها كتير اللي هي الشباب والسينيورز. عندنا مشكلة بأوكفيل إنه الشباب أول ما يتخرجوا وين بيروحوا؟ بيروحوا بيفتحوا بزنسز بميسيساغا، بداونتاون تورنتو، بتبطل أوكفيل their hub of business أو الانتربرنورشيب. وأيضاً للسينيورز أن لازم يكونوا نقدر نعمل برامج وسيرفيسز تخلي السينيورز وكبار السن يضلوا محافظين على استقلاليتهم. فنحن لازم حتى نتأكد إنه الترانزيت روتس ار افيلبل تو ذم، اكسسبل تو ذم، لانه كده مش هعرف اعيش، لانه ما يكون ديبندنت على شخص. يعني انا بشوفها في والدي. نعم. والدي تعرض لحادثه وللاسف انقطعت رجله في 2016. لولا وجوده بهالبلد، لولا السيرفيسز اللي خدمته، دلوقتي ابويا بيمشي، عنده بروستاتيك لاج، شيز وركينج، عايش حياته، عايش حياته. نحن طبعا موجودين لخدمته نحن كمجتمع، لكن انا بحب اشوف ابويا doing what يعمل أموره لوحده،
عشان الواحد بحس بكرامه بحس. فنحن هاي الاشياء اللي بنحاول نركز عليه وانا هذا اللي عم بركز عليه. فنتمنى الكل يتعرف علينا ويشوف كيف بيقدر يدعمنا، يا اما بالفوتينج يا اما بالدونيشن يا اما انك تقول للناس اللي موجوده في اوكفيل او مسيساغا. شكرا لكم. شكرا لك لما، وتمنياتنا مره ثانيه بالتوفيق ونشوفكم دائما في لقاءات ثانيه باذن الله.